تحية طيبة أعزائي مشاهدين قناة العراقية الكرام، وعلى شاطئ دجلة الخير نلتقي بكم بملتقى سينما الشباب الرمضاني الرابعة، دورة الفنان المخرج لؤي فاضل، لنتابع. تقيمه نقابة الفنانين العراقيين بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار، دائرة السينما والمسرح، وشراكة مع فريق صدى السينما والمسرح الشبابي، وسيكون الرائي الإعلامي للملتقى شبكة الإعلام العراقي. كف اليسار رأيتما يسود. ملتقى سينما الشباب الرائع والرابع أيضا قدم هذا اليوم تجارب الدراما حقيقة، شباب واعد، شباب يملك ثقافة سينمائية تبشر بخير، تستحق كل الدعم من دولة رئيس الوزراء. بدأوا يسجلون تاريخ الدراما العراقية إضافة لمن قدموا الدراما العراقية فيما مضى. نستبشر بالسينما العراقية بطلة جديدة بالحقيقة، سنكون على موعد آخر يختلف تماما من خلال ما رأيت هذا اليوم. الطاقات الشبابية نعم تحتاج إلى الرعاية، وستكون الرعاية في محلها، لأن الإبداع يتفجر من بين أيديهم ومن أفكارهم. حقيقة ملتقى سينما الشباب الرمضاني الدورة الرابعة تحرص نقابة الفنانين العراقيين، وهذه السنة بالشراكة مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار، دائرة السينما والمسرح، وفريق صدى السينما والمسرح، والراعي الإعلامي هي قناة يعني شبكة الإعلام العراقي. حقيقة نحاول أن نرتقي بالمستوى الفني من خلال استقطاب عروض سينمائية لشباب مميزين. احنا كنا بحاجه الى سينمائيين شباب، كانت السينما مركونه على الاساتذه الكبار، ولكن الان فسح المجال وتجاربهم جميله. انا بصراحه ما شفت الا القليل القليل، وما بس سمعت وقريت عن تجاربهم الجميله، والفرص متاحه لهم، وحتى لو جو للتلفزيون او للدراما التلفزيونيه راح تكون القاعده السينمائيه لهم قويه جدا. الانتاج بالعراق فعليا هو يعتبر يمكن اصعب انتاج بالوطن العربي، لأن الظروف ما متاحة فعلياً، للأرض غير خصبة الإنتاج، لكن الشباب العراقيين ودعم الناس المجتمع ودعم الجهات المسؤولة مثل النقابة والدولة خلت إنه هاي البيئة تكون صالحة. الدورة الرابعة لهذا الملتقى الجميل، ملتقى رمضان السينمائي، وخصص هذا الملتقى للشباب على اعتبار إنه الشباب هم مستقبل السينما العراقية. حقيقة الأمر أن هذا الملتقى وغير الملتقيات والمهرجانات التي يكون عمادها الشباب في حقيقة الأمر هي يعني التي تمد المشهد السينمائي الثقافي العراقي بشيء من الطاقة والإيجابية. الفترة الأولى ما كان هذا المستوى من هذا، يعني بهاي الدورات الأخرى بدت دورة عن دورة تتطور هذا والإبداع أكثر، وفعلا يعني حتى اللجان تقعد تفحص المادة تعجب يعني فعلا. بكل فرح واشتياق ننتظر هذا الملتقى كل سنة في رمضان. بصراحة هذا الملتقى بدأ بدايات بسيطة بس بتشجيع من دكتور جبار جودي، لأن ما في يوم النقابة سوت أمسية واحتفالية لأي واحد، مو شرط للشباب حتى للرواد. فإحنا كنا ننتظر كل سنة، أنا كرئيس شعبة نبدأ نحضر أنا وأستاذ فؤاد والشباب لهذا الملتقى، وبدا سنه عن سنه الشباب تتطور في انتاج افلامها. طبعا اول شيء تحيه حب وتقدير للدكتور جبار جودي لجهوده المتفانيه في انجاح وفي اقامه هذه الملتقيات. طبعا هذه حاله صحيه، انا اعتبر السينما الان رجعت لها الحياه من جديد بالعراق بعد توقف دام سنوات طويله. حبيت انه اخوض تجربه جديده بحياتي ومسيره حياتي بصوره عامه، وبالتاكيد مسلسل ناي كان الخيار الانسب لي، انه عمل شبابي وكلنا طلاب جامعه، و
يعني مسلسل سيناريو بصورة عامة يحاكي عن قصة حياة الطلاب. شفنا طاقات شبابية كلش حلوة بمسلسلات متنوعة، بنفس الوقت انه دوري شوي مختلف ما موجود باي مسلسل، انه فتاة مسيحية تحب مسلم وتكون الصراعات دينية قانونية، انه شلون بنية مسيحية تتزوج مسلم وشلون يعني تعرف الاهل، الصراعات ما بين طرفين. تنافس لطيف، انا كلش فرحانة لانه هالسنة اتاحت ان الدراما العراقية للكل انه يشتغل، وجوه جديدة ظهرت تستحق بصراحة. فاجئك العالم ينظر